مبطلات الصلاة، في أشياء إذا فعلت تكون الصلاة باطلة. الأول الكلام العمد، يتكلم متعمدا الكلام في الصلاة، مثلا قل هذا في الصلاة كيف حالك؟ عالما تحريم الكلام في الصلاة. الثاني الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، يعني يتحرك حركة كثيرة أنت تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك. الثالث الالتفات الكثير عن القبلة، يلتفت إلى هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه مثلا. نعم. الأكل، الشرب، الضحك، انتقاض الطهارة، خرج منه ريح مثلا، هو يصلي لله يخاف من الله، يخرج يتوضا ويرجع، لا يمكن أن يتم الصلاة، الصلاة باطلة. انكشاف العورة خاصة في من يصلي في البنطال، عندما يركع ويسجد لو تنكشف العورة من هنا الصلاة تكون باطلة. تحتاط إذا كنت تصلي في البنطال عندما تركع وتسجد لو تنكشف العورة الصلاة باطلة. أبي لازم يعني يوم يوم تبقى أورا خلص بقى ويجب أنا لازم أبي